ليه يعني يرزق بك واحد فور يعني صاحبه او حبيب 100%؟ وبذلك نحن معلش شوف قاعد وشوف المراكز السياحيه توفر للزبون خيارات عديده وايضا نوفر له السعر المناسب وهذه من جهه. هذه الاشمر مين سبيل وهنا الاول اليوم إذا تقدموا أمامنا مجموعة من الطلبة إذا تحصلوا على لابل مشروع مبتكر، وكانت في الحقيقة معناها تجربة جيدة بالنسبة للجامعة الجزائرية وبالنسبة لجامعة ورقلة، ومعناها باش يكون خلالها إذا مجموعة من الطلبة باش تقدموا خلال الأيام المقبلة إن شاء الله لمناقشات مذكراتهم وحتى يتحصلوا على هذه الميزة الإضافية اللي في لشهاداتهم. الحاضنة الجامعية تساعدك في التكوين وترافقك مثلا إذا عندك أي استفسار ولا قد يمدوا لك تكوينات، كاين حتى مختصين في الحاضنة يمدوا لك يجاوبوك على كل استفسارات تاعك، والدور تاعها انها مبدئي فقط ليس طيله مشروعك. شفنا انه افتقار من جانب التقني، يعني وفرنا هذه المنصه باش يكون كاين ترابط ولا تكامل بين الهيئات اللي وفرتها الدوله وبين الجزء التقني ولا التقني اللي وفرناه. نشرد الحاضنه الاعمال جامعه قصدي مرباح ورد لانه قامت ببعض الدورات التكوينيه اللي بفضلها خلتنا نقدموا على وسم لابل مشروع مبتكر، وقدرنا نقوموا بنموذج الاعمال التجاري يكون صحيح.